تعرض الفنان الشعبي حكيم لحادث سير على طريق السويس في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، ونقل الفنان إلى أحد مستشفيات القاهرة لتلقي العلاج اللازم. وتلقت غرفة عمليات المرور إشارة من الخدمات المعنية بطريق السويس مفادها وقوع حادث انقلاب سيارة. إصابة الفنان حكيم وسائقه. وبالانتقال والفحص تبين إصابة المطرب حكيم وسائقه، وتم الدفع بسيارتين إسعاف ونقلهما إلى المستشفى العام لتلقي العلاج، وتبين استقرار حالة الفنان حكيم وتعرض سائقه لإصابة خطيرة وجري عمل لازم لإسعافه. مواقع التواصل الاجتماعي تشتعل. اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وذلك بعد تداول أنباء عن تعرض الفنان حكيم إلى حادث سير على طريق السويس. وأشارت مصادر إلى أن حالته الصحية مستقرة وأنه أصيب بكدمات فقط. الفنان المصري الشهير كان قد أحيا حفلا مؤخرا في الساحل الشمالي بحضور جماهيري كبير خاصة من الشباب، بالإضافة لعدد من الفنانين والشخصيات العامة ورجال الأعمال. وقدم العديد من الأغاني التي أحيا بها أجواء الحفل، وحرص على التقاط الصور مع جمهوره رغم الزحام.